مسك الختام مع المهندس العبقري تامر غريب رئيس شركة القنال اللي عمل كل حاجة في صناعة الطباعة، حتى المكن صنعه زي السلك سكرين وطباعة الليبل، ده بخلاف خامات الطباعة وأحبارها اللي بيتفرد بيها وهي الأحدث عالمياً. دماغ مقاتل من طراز فريد في الصناعة، ومش قماش بس، ده كمان طباعة على المعادن والزجاج والخشب والبلاستيك. ركزوا معاه. المهندس تامر غريب، انت السنة دي كساحة ألغام، انت داخل بتغير مفاهيم الطباعة، بتغير مفاهيم صناعة التيشيرت في مصر. اللي انت عامله ده تيشيرت زي ده بالحجم اللي عليه ده من الطباعة، لو هتشتريه النهاردة في مصر من براند معروف انت بتتكلم في 20,000 جنيه واكتر، مش مبالغة. انا بقول لك كده، في حين انت بتقول لي ايه انها تكنولوجيا بسيطة جدا وتكلفته قد ايه؟ ما تعديش لا تتعدل 20 جنيه خامات. شكرا. حضرتك جبت الخامات دي منين؟ والسنة دي بتقدم ايه في المعرض لكل شركات الملابس الجاهزة؟ زي ما حضرتك عارف ان صناعة احنا عندنا جاب كبير قوي في صناعة الملابس، فالجاب الكبير ده مش مجرد معدات بس وتكنولوجيا، او مجرد خامات ونوهاو او سر صنعه. صحيح. هو ده اللي احنا تعبنا عليه، وده اللي وجدنا ليه، واللي احنا وصلنا له النهارده فضل من ربنا، مش بمجهود انا، مجهودي ومجهود الرجاله اللي معايا. فاحنا النهارده عملنا شراكات مع بعض الشركات الصينيه، بعض الشركات الاوروبيه، لتوفير الخامات دي والنوهاو عندنا في السوق المصري بما يتوافق مع اجواءنا وطبيعه التشغيل عندنا في المصانع، لان مش كل اللي بنشوفه من تكنولوجيا يتناسب معانا. محتاجين ندرب الناس ونفهمهم بالزبط الخامه دي بتتعمل ازاي. طيب بنعمل ده ازاي بقى مع الناس؟ انا النهارده لما بقول لحد بورد له مكنه او بورد له سوليوشن، انا بكلمه ان انا بورد سوليوشن طباعه، مجرد من مكنه لماتيريال يعرف يشغلها ازاي في الاجواء ازاي، ويدي له كورس تريننج على الخامات دي. طول ما هو شغال معايا، طول ما انا بحافظ له على الجوده اللي هو اشتغل بيها معايا، والكلام ده كله بيبقى عباره عن كورس مطول في سيرتيفيكيت للكلام ده، لان كل الماتيريال دي بتشتغل على براندات عالميه بدون ذكرها، زي ما حضرتك شايف بعض المنتجات دي موجوده. ده اديداس ونايك، انت بتقدر تعمل العلامات بتاعتك بالظبط. يعني البراندات العالميه دي تقدر تشتغل النهارده مع مصانع في مصر وهي مطمنه نفس الجوده اللي بتلاقيها. هي اوريدي شغاله محمد بيه، بس الكلام يمكن ما فيش فوكس عليه بشكل كافي. احنا اوريدي بننتج اديداس ونايكي وليفايس وبعض البراندات ودولشان جابانا وديزني هنا في مصر بقالنا فوق ال 15 سنه، واخر 7 8 سنين حصل بومنج جامد في الحته دي. بس خامات الطباعه دي ما كانتش موجوده، ما كانتش موجوده بالصوره دي، كانت موجوده بشكل قليل جدا وعندنا فيها ندره، وكان بيتفوق علينا فيتنام، بيتفوق علينا بنجلاديش، بيتفوق علينا الصيني. لما اتوجدت الحاجات دي اوريدي هي مطلوبه من السوق عندنا، وابتدينا بقالنا بعض الشهور اللي فاتت الحمد لله ابتدينا نوفر الخامات وشغالين على هذا الاساس، زي ما حضرتك شايف المنتجات كلها اللي طالعه منه ان شاء الله. يعني حضرتك بتديني كمصنع الخامه والمعده والتدريب؟ اكيد، والتكنيكال سبورت طول ما احنا شغالين مع بعض. في اي مشكله حصلت لك بتلاقي حد عندك مش بيجي يتفرج على المشكله، بيجي يحل لك المشكله في خلال 24 ساعه. وصلنا على نفس المنتج اللي ممكن اجيبه من اوروبا واقول ايه ده، وما عملوا الطباعه دي ازاي، وانا معاك لحد ما تاخد ابروفد. يعني النهارده مش الاول عينات بنطلعها بناخد عليها موافقه، والماتيريال اللي احنا شغالينها من اقوى الماتيريال في العالم، واحنا مش احنا اللي بنصنعها، بس احنا جبنا النوهاو بتاعها عشان نقدر نشتغل بيها في السوق، عشان نقدر ننزل منتج بالظبط زي اللي بنجيبه من بره بالظبط بسعرنا احنا بالظبط. موضوع البحر الاحمر ده مضايقنا شويه ناحيه شرق اسيا، خاماتك اخبارها ايه؟ بدل ما كانت شويه بتوصل بشكل منتظم، بشكل منتظم تتاخر شويه، بس احنا الحمد لله بنحاول نوفر السوق للعملاء عندنا اللي هي ليها ريجولار اوردرز معانا. يعني احنا في بيبقى اتفاق بيننا وبين بين العميل ان احنا بنورد لك طن 2 طن 3 طن كل فتره معينه، فبعمل باك اب عندي، يبقى عندي كميه باك اب ليه، بحيث لو حصل اي جاب عنده او حاجه اقدر اورد له ما يقعش في السوق. ألوانها غريبة، يعني ما فيش ألوان بالقوة دي. أنت طبعاً أنت حاطط كل إمكانياتنا في التيشيرت ده، صح كده؟ أكيد صح. طب تستعرض في التيشيرت ده أكيد، لكن الألوان بتطلع كده؟ حقيقي فعلاً لازم تطلع كده، وبعد الغسيل واللي أنت عايز حضرتك تعمله من تيست بنقدر نعمله. الشركات اللي وردت لك خامات الطباعة دي موجودة معاك في مصر؟ هم موجودين، ده معرض، معرض في منه موجودين كخبرات ينقلوا للناس، يعلموا العمال في المصانع. احنا عندنا ناس بتيجي موجوده بصفه تقريبا شبه شهريه من بعض الشركات المختلفه، بيجوا يعملوا لنا تكنيكال سبورت وتريننج. لما بتقابلني مشكله انا ما بقدرش احلها باخد منهم سبورت، ده شيء طبيعي، بس الحمد لله رب العالمين احنا بقالنا معاهم فوق السنه ونص عشان نوصل للنتيجه دي. انت حضرتك شرفتنا في معرض من سنتين، كنا عارضين مكن تاني 18 لون ونوعي ومركزين اكتر على المكن، لكن احنا بنشتغل موضوع ستيب باي ستيب، لازم مكن ولازم خامات،
فلازم نقدر نوفر للعميل النهارده وللسوق بتاعنا الخامات اللي تقدر تطلع له الجوده العالميه اللي بتطلب منه. ايه اللي خلاك توجهت انك تصمم بنفسك ماكينات الطباعه؟ اكيد اول حاجه الظروف الاقتصاديه هي زي ما بيقول لك الحاجه ام الاختراع. احنا النهارده لما نتكلم في مستوى الفرق الدولار واليورو و و اللي حصل ده عندنا النهارده خلاني ان انا لازم اشوف عندي بدايل. النهارده انا وكيل شركه تامبو برنت الالمانيه ودول اصحاب النوهو في العالم، بس انا لما دخلت النهارده بقالي فوق ال 20 سنه في المجال ده ودخلت تامبو برنت ودخلت بعض المصانع الايطاليه فشفت دول شغالين ازاي ودول شغالين ازاي. انا النهارده هو سيمبل اسامبلنج. النهارده ربنا كرمنا بشويه شباب كده زي الفل الحمد لله، بيحطوا تصميمات لهودي وتيشيرتات وبناطيل وبتاع، وعلامات تجاريه بقت كبيره قوي في مصر النهارده ما شاء الله، وهي علامات مصريه خلي بالك. ده حقيقة فعلا، واسعارهم مش قليله عشان ما حدش يقول لي لا ده لا، اسعارهم كويسه جدا والكواليتي بتاعهم ممتاز، والكواليتي عالي جدا جدا فعلا. الناس دي نقدر نساعدها ازاي بالطباعه دي؟ هو اوريدي الناس دي في جزء منهم كبير شغال معانا، بس لسه يعني الحاجات اللي حضرتك شايفها دي مش شغاله غير على الماس برودكشن، لازم يبقى عنده معدات كبيره شويه عشان يقدر يطلع الكواليتي اللي حضرتك شايفه ده. مش موضوع خامه بس، لكن هم بيشتغلوا 90% منهم في المصانع اللي انا بتكلم حضرتك عليها، مصانع الغير اللي عندها الامكانيات. لان اغلب البراندات المصريه اللي بتكلم عليها ما بيبقاش عنده الفاكتوري، عنده المصانع بنفسه، بياخد بيشتري خط انتاج، بيأجر خط انتاج. بتفكر في ايه تاني؟ ايه هتعمل ايه تاني؟ انا الابديت اللي بعمله دلوقتي ان انا بحاول بنعمل شراكه مع بعض المصانع الصينيه ان احنا عايزين نعمل هب هنا لصناعه المكن نفسه كمان والتجهيز الخامات نفسها في مصر، بحيث يبقى هب يوزع على الميدل ايست وافريقيا. طب اسالك سؤال بس عشان اعرف الخامه دي هتغلي الحاجه ولا لا. التيشيرت اللي اقدر اخده من مصنع مثلا ب 150 ولا 200 جنيه لما اطبع عليه الطباعه دي يكلفني كام على التيشيرت؟ خامات انا بقول لحضرتك مش هتعدي ال 20 جنيه خامات، لكن هو بقى هيبيع وهيكلف ازاي ده هو اللي بيسعر، بس انا تكلفه المصنع في الخامات دي لا تتعدى ال 20 جنيه، لا تتعدى ده مع البارز ده. البارزه دي طبعا وبالقوه دي وما يتاثرش وبالمكوه ولا بالمكوه، ده سيليكون بيور واخد ايكوتكس سيرتيفيكيت، درجه الحراره بتاعته تتحمل ل 200 درجه مئويه.